تواصلي بين الأطر التربوية والحل وانتوما كتلاميذ ديالنا وكأبناء ديالنا اللي طبيعة الحال كيهمنا المستقبل ديالكم وكيهمنا أنكم تكونوا في أحسن مستوى. كما ذكرت سابقا طبعا احنا غنبذلوا جميع المجهودات ديالنا لا أطر إدارية ولا أطر تربوية من أجل تحقيق المنتج ديالكم وتحقيق طبعا الأهداف ديالكم وحتى يعني خصكم احنا كنتسناو دابا غير يعني تذكروا لنا المتطلبات ديالكم اشنو الاحتياجات ديالكم طبعا الحال وحنا راه عندنا الإشارة كنجاوبكم وطبعا الحال الإجابة راه غتكون خلال السنة يعني خلال السنة من خلال طبعا المشاكل ديالكم والمتطلبات والطلبات ديالكم حنا غنخدموا عليها باش نحاولوا هذه السنة دي نحققوها لكم. طبعا المستوى متفاوت طبعا كاين على حسب انواع ديال طبعا ديال التلاميذ كاين طبعا بالنسبه للاستراتيجيه ديال الوزاره انها غاده في هذا الاتجاه ديال يعني التدريس بالفرنسيه بالنسبه للمواد العلميه خصوصا بالنسبه للعلميين يعني كل شيء غادي يكون ان شاء الله مستقبل ضيوف اذا انتم غتحاولوا ما امكن تخدموا على هذا الجانب هذا وطبعا المؤسسه وزعت عليكم الكتب المدرسيه اللي بالفرنسيه طبيعه الحال استعدادا باش نشوف هذا المسار بحال مثلا دابا الاولاد والثانيات راه غيكونوا بيوف 100% الثالثه كاين طبيعه الحال الاغلب راه كانوا باقا بالعربيه ودابا استئناس بالفرنسيه اذا دابا عندهم كنخو خا نخدموا بالعربيه راه غيكون استئناس الفرنسيه في ترجمه المصطلحات الى اخره باش يكون استعدادا نجي للمشاركه هما راه يخدموا بالفرنسيه 100% وطبعا الحال الاولى والثانيه هما راه 50-50 يعني كيخدموا واخا هما عربيه راه يخدموا معاهم بالعربيه ولكن كيكون استئناس بالفرنسيه علاش؟ حيت التعليم العالي غيحتاجوا التدريس بالفرنسيه اذا خص التركيز على هذا الجانب هذا وحنا راه الاشاره ديالكم باش نوصلكم بطبيعه الحال المستوى المطلوب ان شاء الله. شكرا للاستاذ عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اعزائي التلاميذ والتلميذات، كيف سبق بعد قليل قلت لكم في الكلمه ديالي ان بغينا هذه السنه ان شاء الله تكون سنه ديال التميز. سنه ديال التميز يعني كنتمناو نطمحوا باش تكون نتيجه مشرفه سواء لكم ولا المؤسسة لأن نجحت أنتم شرف المؤسسة والآباء ديالكم والأولياء الأمور ديالكم. كيف سبق وقلت قبيلة أن بغينا هاد السنة كنشتغلوا على شعار ديال الوزارة، شعار ديال الوزارة اللي هو جميعا من أجل مدرسة ذات جودة عالية. وكنقصدوا بالجودة جودة التحصيل التربوي. يعني ما كيهمنا اللي كيهمنا هو في اخر السنه تكون عندنا نتائج حسنه. اذا لهذا كنطلبوا منكم باش تعاونوا معنا. حنا اليوم في اللقاء التواصلي حنا كبغينا منكم ان انتم تعطيونا اشنو عندكم المشاكل اللي عندكم تحكيوها لنا وحنا رهنا الاشاره ديالكم مجموعه ديال الاساتذه حاضرين معكم اليوم لهذه الغايه. واليوم ان شاء الله بغينا تكون البدايه ونوضعوا القطار على السكه الصحيحه ديالو ان شاء الله. اذا ما تبخلوش علينا بالاسئله ديالكم بالتساؤلات ديالكم حيدوا ديك الحواجز راه حنا اعتبرونا بحالنا بحالكم دابا لان المشاكل ديالكم هي اللي غنشتغلوا عليها. وشكرا لكم. مال الزمان سي هزال خصك تعرفي انه الان في طور الانجاز يعني في بدايه الاسبوع غالبا غادي تاخذوا السيمانة الجاية إن شاء الله. مرحبا. بكالوريا والصراحة مزيانين في مدرسة جودور ولكن عندنا بعض الاستراج يبقى في الاساسيات بعض المرات وما كنتش خلطوا بعض المرات مع شي اساسيده كيعطيونا اساسيده في المنطقه كنا عندنا واحد العراقيل ولكن الحمد لله كان سعيد الحراسه اللي تعامل معنا اليوم عطانا استاذ ديال السونس اس بي اللي كنا باغين وصافي هادشي اللي كان باغي نسمع شي
وباغي شي بلاصه نمشيو نخرجوا فيها ولا نرتاحوا فيها ولا شي حاجه في المدرسه هي ديال شي استاذ ديال السبور ولا شي حاجه هادشي اللي كان. بالنسبه الاستاذ بغيناه هو الاستاذ ما بغيناش، حنا عندنا الاساتذه هنا كلهم بحال كلهم عندهم شواهد كتاهلهم على اساس يدرسوا ديك الماده اللي كيدخلوا لها. غير باش نكونوا واضحين، هاد الناس كاملين اللي جالسين هنا راه قراو تحياو باش انهم الجديه. حنا مزيان الاساتذه معنا مزيان، حتى الاستاذ باغي يعرف راه يتيميتو فيه، حتى الاستاذ باغي يعرف باش هو اللي قلتي مثلا انا كنرتاح للاستاذ لان فيه ميزه كذا وكذا 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 واتفقوا عليها مجموعه من التلاميذ، معنى ذلك ان الاستاذ راه فيه ميزه زوينه واستاذ اخر ينتبه ليها ويضربوا حتى هو يعتمدها. مزيان تقول لنا اشتين مزيان، حنا شي حاجه سميتها القمع وشي حاجه سميتها لا ما تحشمش، قول داك الشيء اللي عندك، هذا هو الهدف ديالي نسمع داك الشيء اللي عندك باش نزيدو قدامه باش نصلحو. انا بغيت ولداتي يقول داك الشيء اللي دارهم وداكشي اللي عجبهم حتى هو يقولوا، واختي راه حاجه بغينا حنا نسمعها. فاللي بغيتي تقولها اللي اقتنعتي بها وعرفتيها كاينه وحاس بها وعارفه كاينه قولها لينا، حنا كاملين الطاقم كله غادي يسمع منك. اي واحد بغى الميكرو يطلبوه غنعطيه ليه. اوكي شكون اللي باغي يسلم؟ اللي بغى يسلم يجي عندي هنايا. اش 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 بغيتي تهضر دويتي اجي عاود دوي صح. اش اولا مستوى الدراسه. شكرا استاذ. سميتي مهدي خطار، كنقرا في الثانيه بكالوريا علوم تسبيطي. حنا كان عندنا واحد المشكل عند الاستاذ، كان عندنا جوج اساتذه ولكن حنا كنرتاحوا مع واحد الاستاذ ديال تسبيطي، حنا صحاب كنقرا في بوزنيقه وهذا الشيء اللي كاين. واستاذ اللي كان فهمتي كيشرح لينا مزيان وكل شيء كيخدم، واي واحد اذا كان هنا في ديال الباكالوريا سوليه انه كيخدم معنا مزيان هو استاذ إذا حنا سمعنا الملاحظة ديالو، أنت أول سنة كتصحو المؤسسة، فمهدي أول عام كيدخل عندنا كيجي عندنا كيقرا عندنا، أول أستاذ شافوه هو الأستاذ مهدي، أول أستاذ ارتبط به هو الأستاذ مهدي، الطريقة اللي بدا بها خدم بها مع الأستاذ مهدي. استاذ علوم الحياة والأرض أو الأساتذة الآخرين ديال علوم الحياة والأرض ما كنعرفوهمش، بمعنى ما غنحكمش عليهم. حنا دابا اللي سمعنا هو أنا كيرتاح للأستاذ مهدي وبغى يقري الأستاذ مهدي. أوكي متفقين هذا؟ نعم. سولي حتى التلاميذ اللي كيقراو معايا بأنه كيخدمنا كامل، هذا هو اللي مسخ من هادشي. إذا هو راه كيقريكم، راه الأستاذ ديالكم غادي يقريكم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. إذا هذا في النقاش مفتوح، مازال كنسلو السلسلة ديالكم. اللي بغينا الميكروفون. يا التلاميذ ديال الجذور ديال الاستاذ فوزي استاذ علوم الحياه والارض، حنا السنوات هذه وانتم معايا كابناء ديالي، غير هاد المساله اللي طرحت التلميذ هذه ما كتثقلش يعني عام ما هو يلاه بدا يلا جا هاد السنة يلا دار حصة جوج ما يمكنش حكم على الأستاذ حصة أو حصتين يلا حضر عندهم. ثانيا هاد المسألة تتناقشها مع الإدارة كتجي غادي غادي أنت وكلام آخرين اللي كاينين كنتو مع الإدارة وطريقة حتى الأستاذ اللي تحيتي ليه مرحبا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن إذا كنتي أنت مازال متعاون بزاف تلاميذ آخرين مرتاحين متداخلين. إذا حنا هادشي كنناقش مع الإدارة باش الإدارة كتشوف الأولويات أشنو هما مثلا إذا كانت الأغلبية مرتاحة مع واحد صافي كيقول ليه صافي راه هاد الأستاذ كيكلفوه مادام هو مرتاح معاهم، وتلاميذ آخرين أنتوما خدم معاهم متداخل ما كاين حتى شي مشكل عندنا حنايا. المهم عندنا حنا هو تكون الراحة النتيجة تكون مزيانة والراحة ديال التلميذ. إذا استاذ فوزي التلميذ ما قالش ما ذكرش استاذ اخر، هو عبر على رايه في الاستاذ ديالو فقط، ما ضربش لنا استاذ اخر ولا قال استاذ من الاطر ديالهم كلهم راهم مزيانين، ولكن مهدي راه ما ضربش استاذ اخر، يعني هضر على رايه في الاستاذ اللي قراه فقط، بمعنى ما قالش لنا استاذ فلان هذا ماشي مزيان وهذا مزيان هذا اللي فهم، لا انا كنفهمو عند الاستاذ وشرف لينا اننا
الاستاذ من اول لذلك كيبغيو ولينا بحال دائما الاساتذه ديالنا الحمد لله كانت نتائج زوينه والاساتذه ديالنا دائما كيكونوا مزيانين يعني فيهم انا كربس عمل راه مزيانين كنتمنى ان الوليدات ما يخرجونيش على الصواب ديالي وما يخليونيش نتعصب وانت حيت انا غنتعصب اولدي تكلمتي والله يرضي عليك خلي الوليدات يسمعوا اوكي حنا سمعنا الراي ديال المهدي وسمعنا المهدي اش بغا يقول لينا بزاف فيكم كلكم عندكم ما كاينش شي واحد غيقول ما عنده والو ما عنده ما يقول كلكم عندكم ملاحظات مثلا تلميذه تكلمات قالت لها مثلا ما بقيناش عرف حياه الارض في المحمديه ما بقيناش ما دخلش عندنا ما جاش عندنا كان عندكم في داري استاذ عرف حياه الارض ومشى ياك استاذ مريم راي مشى لينا حنا في البدايه بغيتي تجاوبي استاذ يا واحد الشهر للاستئناس الهدف منه هو اننا نتعرفوا على الوليدات اكثر لان دابا ابتداء من هذا الاسبوع غتبدا الدروس الرسميه دروس كتبوا القرارات ديالكم ما نفسوش المقررات يعني كنتو ديزو واحد الفتره اللي فيها المراجعه فيها التقويم هادشي اللي كان دابا حنا غنبداو في المقررات الاساسي ديالكم طبعا غتوزع عليكم استعمال الزمن عاجلا يعني خلال 24 ساعه او 48 ساعه غيتوزعوا عليكم استعمال الزمن وغتبداو تقراو ديك الساعات غتعرفوا الاستاذ ديالكم اللي غيكمل معكم المسار الدراسي ديالكم اذا مثلا انا كنت عندك ما تقولي حتى انت عندك ما تقولي تلاتي كسوبه هذه الاستاذه انا ما كنتش حاضره لان الام ديالي كانت مريضه وما خديتش كسوبه واش عندي الحق ناخذ كسوبه اوكي انا غنجاوبكم في هذا الموضوع بالنسبه للكتب المدرسيه كنحدو يوم واحد خلال السنه غيبقى يتحدد سنويا اللي يقدر يجي وتسلم الكتب غتسلمهم اللي عنده عذر مرض او عذر فعلا فعلا مقبول نقدروا نعوضوه نعطيوه ليه ولكن اللي جا وتغيب وما حضرش وما عنده حتى شي عذر وما جاش بلغنا في الحين بالعذر او ما اتصلش بينا العذر عندي غتحرم من الكسور الكسور كاين عندنا في المؤسسه غتجي وغتخلصوهم وغتاخذ الكسوره ديالهم اللي ما قدرش يخلصهم بغا يدير مثلا تقاداو الكسوره غادي يدير فوتوكوبي حنا اللي علينا هو اننا درنا ديك المحاوله او درنا ديك المبادره وغنبقاو نديروها سنويا على اساس ان الكتب اللي خديتهم راه ماشي ديالكم ديما يعني سميتي واحد الوريقه سلمتي فيها الكتب المدرسيه بالعناوين ديالها انت مطالب نهايه الموسم الدراسي انك تجيب دوك الكسيبات يعني قبل ما تسلم النتيجه ديالك او الكونفوكاسيون ديالك للامتحان خاصنا ناخذ دوك الكسوبه باش نستافدوا منهم وليدات وحدين اخرين كيستافدوا منهم وبين قوسين كنبغي نوصيكم حاولوا تحافظوا على الكتب ما تجيبش الكتاب مكرفص يعني الكتاب خاصو يجي كيف خديتي من جهه ثانيه ما تجينيش للمؤسسه وما عندكش المقرر الاستاذ بغيتي تجيب ليه المقرر كتعاونوا في الخدمه كتعاونوا باش يكون الدرس ديالو مزيان ويدوز هو هذا الا ما جبتيش المقرر المؤسسه ما غاتكونش راضيه عليك وغتقدر تصرف ما تصرف ما يعجبكش بواحد العقوبه معينه ما غاديش تستافد انت وغتخلق شو وشرا داخل القسم اذا تكلمتي عن الكتب انا نشوف هذا الموضوع ديالك واش هو كاين عذر لا كان عذر 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 مقبول غادي تاخذي كتبه الا ما كان حتى شي عذر انا غاديش تاخذي كتبه وانا ماشي انا ما انا عندي كلكم وليدات ماشي بحال بحال انا ما هزيت كتبه وقدر ما يرى والكتب في باقي مهم والمجهود درنا ماشي سهل وصعيب شويه باش مشينا قدرنا نقساني الكتب ونجيبوهم ونحفروهم درنا واحد المجهود ودرنا هذا المجهود لاجلكم انا عندي كل شيء بحال بحال هي بحال هذا الوليد بحال هذا الوليد بحال هذا كان يكون بحال بحال كلهم داسي ونمشي عندهم نستافدو ولكن تعاونوني ملي تنقول الحضور ديال ولي الامر ديال التلميذ راه خاص يجي حنا عارفين علاش خاص يجي ولي الامر ويجي ولي التلميذ ايضا لان الاب يكون مسؤول اكثر من ولده غادي تاخذ الكتب مسؤول عليهم خاصك ترجعهم خصو يوقع واحد الوريقه بان تسلم الكتب لوليداتو باش يبقاو عندنا باش نهايه الموسم الدراسي خصو يجي ولي الامر هو المسؤول هو اللي غادي مع التكاتيني فاين ما جابوه وما جاش تيني ما يسلمش كتبه جا تيني ما جاش معاه ولي الامر ما يسلمش كتبه فهذه قاعده سنويه انا اعتمدتها سنويا وهذه كتبه دائما كاينه وهذا ربما درس باش ما تبقاوش ملي تتقول لكم المؤسسه اجيو راني غراضي يهمكم ويخصكم شي حاجه صالحه وقدر التعاون والاستهتار راه حنا عندنا ما نجيوش كان لقاء نجيو في اللقاء حيت هذا اللقاء الغياب راه بغيت اثرو غادي تاثروا بطريقه واخرى حنا رانا في واحد القرار معين واللي حضروا راه غير غادي تاثروا ايجابيا غادي تستافدوا في نفس الوقت خاصه اللي كيكون السلوك مزيان تنشوفوا النقاش مزيان غادي كيبان لينا في واحد المستوى كنعملوا انطلاقا من المستوى ديالو اوكي فاللي عنده شي سؤال عنده شي ملاحظه انا ما بغيتش نبقى نشوف فيكم ساعتين سكتوا مني كنا كنهضروا قبيله
وداك الشيء راه داكشي ماشي حقيقتكم. هذاك الشيء كيبين شي حوايج اللي ما تبغيناش. دابا بان دابا شوف دابا وريوني جيتو بديتو كتقراو كنوصل كاع هذا الوزراء كتهزو كاع الطابق كنوضو هذيك بصح كاليوم كتوضش داك الدور وكتمشي هذا وريك نوض عندي وقولي استاذ اش عندي واش عندي واش عندي انا بغيت نسمع. عندنا بعض المشاكل اللي كنتو متطلبات اللي كنا من الاداره كما قلت لكم عندنا بعض المتطلبات اللي اننا قلناها من الاداره مخصص تقدم تلاميذ المتطلبات اللي ضروري خص كلشي يعرفو خص الرئيس الشرفيه التزام بالوقت باستعمال الزمان وما عندناش بسه ديال اللغه الانجليزيه اللي هو عندنا في الواقع التزام الثاني بكالوريا ضروري خصني بسه ديال الانجليزيه ربع المتطلبات اللي جمله ديال الاستاذ فوزي ما خصهاش ديال خدام التلاميذ حنا ديجا دوينا مع التوفيق في الاداره المتطلبات اللي بغينا وشنو اللي كنتيشوفكم كان احسن كون لبيتهم لينا. وكذلك عندنا واحد الكيتات كنشكركم عليهم كالاستاذ محسن اللي جبتونا ديال الماتش كنشكركم عليه بزاف الاستاذ اللي ضاف معنا واحد القيسم وكيشرح لنا مزيان كنتمناكم ما تفكروش فينا الشيء اللي بغينا. أستاذ اللغة الإنجليزية راه حدا استعمال الزمن وفضل الحصص وغادي تحكم المؤسسة تبع عملية في الاثنين هو غادي يحكم عليكم الإنجليزية. هيا هيا محلول مشكل محلول أشنو تاني؟ أوكي بالنسبة لاستعمال الزمن ديالكم واجد غنوزعو ليكم إن شاء الله هو كاين شنو تاني؟ شنو هي؟ مثلا كاين هنا بعض الاساتذه اللي بغيتهم يجيو كيخدموا معنا يشتغلوا معنا العام مثلا اجي ودي ما كاين حتى مشكل انا اجي ليكم حتى واحد ما عنده الحق يقول معاك حتى واحد ما عنده الحق يقول لك شي كلمه اللي بغيتي تقول هنا وفي حياتكم كامله في حياتكم عمرني ما نتقمع وخا يقول لك معايا واحد اخر ما نتقمعش حتى واحد ما غيقول لك ما تقولش قول هادشي اللي عندك انا غنكون فخوره بيك وغتكون عاجبني وغتكون انت عزاز عليا ملي نشوفك جري وداكشي اللي كاين كتقولو فردي انا فهمتي داكشي اللي بغيتي تقول لينا وقلتي ما خصوش لا بغينا نسمعو حنا كاملين نسمعو مرحبا. ماشي فهمت المشاكل
إذا هذه رسالة من ساسينا أوتيميتي يقول لي أنا جيت باش نقرأ المادة ديالي يعني فيها وعي بالنسبة وباش نستافد ما جيتش باش تخرج على الموضوع وتحكي لي شي حاجة ما عندوش علاقة بالقراية فهذا الملاحظة ديال التلميذ مشكور عليها ونتمنى أنها تتخذ بعين الاعتبار وحنا دائما كنقلبوا على مصلحة التلميذ على مصلحة التلميذ الحمد لله الاستاذ عندنا تجربه ودوزوا في المسار معنا وعرفوا كيفاش دايرين وحنا دائما نطوروا انفسنا كنحاولوا ما امكن الا هناك عيوب نحاولوا باش نحيدوها الا هناك عيوب نحاولوا باش نتغلبوا عليها باش نصحوها باش المسار الدراسي يكون رضا ممتاز تفضل يا ولدي اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه